بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين إن شاء الله بإذن الله الحديث من السيشن اللي فات. السيشن ده يا جماعة راح نشتغل بشكل براكتيكال شوية عن سكيلتو. طب هو في الأول أنا بصراحة نزلت الجريد سيستم 960 جريد سيستم، أنا نزلته عشان حاجة في بالي بس مش أكتر، يعني علشان نطلع ملف ال 12 كولوم دلوقتي يا جماعة. لو الناس مثلا محتاجة إنها تنزله تضغط على داونلود اللي في النص ده يا جماعة، هيجي لها ملف مضغوط. الملف ده بعد ما نفتحه هنلاقي فيه حاجات كتيرة. انا هدخل على فولدر اسمه تمبلتس، ومن تمبلتس هلاقي فيه طبعا اسامي فولدرز ببرامج الايمج اديتنج يا جماعة، برامج محررات النصوص مثلا زي كوريل درو، فاير ووركس، فلاش، جيمب، الستريتور، ان ديزاين، فوتوشوب. انا طبعا ضغطت دبل كليك على الفوتوشوب ولقيت ثلاث ملفات فوتوشوب، واحد على 12 كولوم، واحد على 16، واحد على 24. احنا راح نشتغل على 12 كولوم يا جماعه، اللي جريد بيزد بتاعت السكيلتون بيزد على 12 عمود، تمام؟ فانا نزلت الجريد سيستم عشان اقول للناس ان انا عايز ملف الفوتوشوب ده يا جماعه بمنتهى البساطه، تمام؟ رايت اوكي. لو ضغطت طبعا دبل كليك عليه افتح لك الصفحه ديت. الصفحه ديت طيب، هي الفكره انت بتحاول تعمل بلاننج للموقع بتاعك على برامج الايمج اديتنج عشان ما تتلخبطش، او يعني الحاجه تطلع معاك مظبوطه شويه يعني. ده اللي احنا هنحاول نحكيه في الوقت ديت يا جماعه. طب تمام، بمنتهى البساطه الفكره بتاعت ال 12 كولومن ديت يا جماعه. طيب نديها نظره كده على سكيلتون. طيب هو مستخدم ويدث 100%، ماكس 960، وسايب بادنج 20 بكسل، وشغال مارجن اوتو زيرو. زيرو اوتو يعني هو مواصطن في النص، فمواصطن برضو البادنج 20 بكسل، فعلى اليمين وعلى الشمال يا جماعه عباره عن 10 بكسل، فاهمني؟ يبقى نرجع تاني فوتوشوب، ده 10 بكسل، 10 بكسل، ومعايا عد كده الأعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 عمود. لو شئنا 1 2 3 لغاية لما توصل لغاية 12، ده الفكرة بتاعت ال 12 كولومن ديت يا جماعة. طب أوكي، أي اللي راح أعمله دلوقتي؟ أنا راح أصمم أودي نظرة عامة عن الموقع بتاعي. طيب بمنتهى البساطة أنا طبعا هعمل ايه؟ انا مختار السلكشن وهروح راسم الموقع بتاعي. انا طبعا ما يهمنيش القصص بتاعت العروض جامد، يعني اقصد الارتفاعات مش هتهمني، يعني كده كده انا شغال على عروض، تمام اوكي. انا ده المفروض هنسميها ديت الجانب ده، هخليه الفيتشر ايمج بتاعي، هضغط كليك يمين عليها بس واخليها نيو لاير. نيو لاير انا هخليها مثلا اف ايمج، اختصار لي فيتشر ايمج، ادي لها لون معين مثلا لون الاحمر، ريد اوكي. ديت نيو لاير، هروح املاها بلون معين. انا اشتغل شغلي كله باللون الاسود يعني عشان الكلام يبقى واضح مع الخلفيه. انا ايه كده بنيو لاير، ديت الفيتشر ايمج بتاعي، رايت اوكي. هعمل كنترول دي، هرجع مره تانية لللاير بتاعي. طبعا انا ايه هسرع الفيديو يا جماعه ونتقابل بعد ما نخلص التصميم. كده يا جماعه انا كده تقريبا خلصت التصميم بتاعي. الجزئيه اللي فوق ديت يا جماعه كانت بتمثل لي الفيتشر ايمج، صوره كبيره انا احطها بعرض ال 960، وبعدين في هيدنج ونص تحت منه، وبعدين ثلاث اعمده كل عمود بيتكلم عن حاجه معينه، وتحتين في الاخر بيكون عباره عن
الفوتر بتاعي. طبعا انا ما كنتش منشط الفيتشر ايمج، انا هحاول اطلع التصميم بتاعي بالشكل ده. طبعا انا ده الكلام ده هتلاقي اوت يا جماعه، بس المربعات البوكسات دي كلها هتتمني نصوص تكستات يعني، تمام فاهمني؟ بس كل تكست طبعا لازم يكون ليه المجال بتاعه او ليه المكان اللي هو راح يتصمم بيه او راح يمتد او يبقى شرينك عليه يعني. تمام رايت اوكي. خلونا طيب دايركتلي على طول نروح على ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي موجود من بره ونستكشفه هو عباره عن ايه بالظبط. لو طب لو عملنا دبل كليك يمين واوبن سورس عليه هنلاقي ان رسم الدوك تايب اتش تي ام ال هيت، بعدين عندي البيز تمام، عندي ميتا تشار 6 اف 8 والعنوان بتاعي. خلينا نكتب العنوان بتاعنا هنا ونفرض مثلا تيست بيج مثلا اوكي ميتا وسم الميتا تاني، ومديني وسم الموبايل الفيو بورد ومعايا فونت من جوجل. طبعا انا نوم الخط ده يا جماعه بس عشان الكونكشن بتاع الانترنت، انا يعني سبب ان احنا اتكلمنا عن القصه بتاعت التايبوجرافي ديت يعني، فاحنا مش ما يهمناش الخطوط بشكل كبير يعني. بعدين الزي اس اس عامل لينك بالاثنين النورمالايز والسكيلتون، الاثنين موجودين في ملف السي اس اس ده يا جماعه، كتبت النورمالايز ومكتبت السكيلتون. لو انت عايز انت لسه لو يعني لو حضرتك عايز تحط ستايلز خاصه بيك ممكن تحط طبعا ملف ستايل سي اس اس ثاني وتعمل له ريليشن شيب تربطه مره ثانيه بيهم يعني. هو مستخدم الفيف ايكون، مكتبه الايكونز الفيف ايكون واسم الميتا واسم اللينك فاهمني، اللي هو الايكون اللي بتظهر فوق يعني. طيب خليني نفتح الاندكس دوت اتش تي ام ال ونشوف الوسم بتاع الفيف ايكون ده اللي هو الايكون اللي بيظهر من فوق ديت يا جماعه. ده هي الشكل بتاع الموقع بتاعي تمام، دي الفيف ايكون انا كنت بتكلم عليها. طيب اوكي ونكمل الكود بتاعنا. بعدين البادي بيقول الاند دوكيومنت والكلام ده، بعدين احنا يجي الكلام بتاعنا احنا اوكي. نمسح الكلام ده كله و نبقى جاهزين كده علشان نتعامل مع الفريم ورك الجريد سيستم ده يا جماعه. طيب جميل، اول نقطه يا جماعه بيقولوا لي عليها ان انا عندي كلاس اسمه كونتينر. الكلاس اللي اسمه كونتينر ده هو المين سنترد رابر، الكونتينر ده هو الكلاس الحاوي للموقع، متفقين؟ جميل خالص. نشوف القصه ديت كده يا جماعه في الكلاس في الـ في الـ في السكيلتون في السورس كود بتاعهم عاملين لكلاس اسمه كونتينر ده بوزيشن ريلاتيف ويدث 100% واخد 960 بكسل، هو مارجن 0 اوتو، مارجن 0 اوتو يعني هو متوسطا بالظبط واخد بادنج 0 و20 بكسل اللي هم بيسميهم بالجتر اللي هو الحدود اللي على اليمين والشمال دولت يا جماعه. خلاص اوكي، يبقى اول حاجه المفروض نعملها ان احنا نحط التصميم بتاعنا جوه الكونتينر اللي اسمه كونتينر ده يا جماعه تمام. اوكي كده احنا محتاجين ايه بمنتهى البساطه؟ محتاجين كلاس اسمه او محتاجين ديفيجن نحط فيه الكلاس اللي اسمه كونتينر ده. فانا هروح اعمل ديف واديله الكلاس كونتينر عشان ما تتلخبطش انت وتقول لي طيب انا يا عمي شغال على كلاسات معينه، اقول لك ما فيش مشاكل، سيب الكلاسز ديت للسكيلتون جريد سيستم وانت اشتغل اي دي هات. يعني لو انت معاك سبيسيفيك ستايلات ناوي تحطها سيب الكلاسات للسكيلتون سيستم وانت اشتغل بالاي دي تمام. رايت اوكي كده التصميم بتاعي كله هيتحط جوه الكلاس اللي اسمه كونتينر ديت يا جماعه. رايت ديت اول رول. الرول الثانيه لما نيجي تدرج عمود في اي مكان المفروض يكون فوق منه كلاس اب اسمه رو، او ان العنصر نفسه ياخد الكلاس رو بمعنى ادق زي الجدول بالظبط. فاكرين لما كنا بندرج جدول في اتش تي ام ال كنا بنعمل وسم تيبل، خلصنا كده؟ لا، ده الوسم تيبل هو الرابر هو اللي هيشيل لي الخلايا. بحث التيبل كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل تي ار تيبل رو علشان ندرج جوه منه التيبل داتا. فاحنا علشان نعمل العمود المفروض نعمل الصف الاول، وعلشان نعمل الصف الاول محتاجين كلاس اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه رو. متفقين؟ جميل خالص كده. خلونا طيب ندرج ديفيجن تاني
والديفيجن ديت يا جماعه هياخد الكلاس رو. ده معناه اني عايز ادرج صف جديد جوه الكونتينر ده. الصف ده يا جماعه انا هحط فيه داتا من نوع معين، تمام؟ طيب نفهم من كده ان الكلاس اللي اسمه رو هو الكلاس المسؤول عن فرد صف جديد. فانا كل ما احتاج اني افرد صف جديد محتاج اني ادرج الكلاس رو. ماشي. اي صف جديد افتراضي يا جماعه بيتكون من مساحه قدرها 12 كولوم، 12 عمود مفتوحين على بعض. انت يعني ايه؟ يعني لما بنيجي ندرج الكلاس رو انت بتدرج عمود واحد، عمود واحد في 12 عمود ميرجد مع بعض مفتوحين. فالكونتنت اللي هيتحط في العمود ده يا جماعه هيظهر من اول العمود رقم واحد واخره هيكون العمود رقم 12، اخر العمود رقم 12. متفقين؟ طيب جميل خالص. ما تيجوا نشوف مثلا مثال على القصه دي. ماشي، ايه رايك لو احنا نقول ادي اتش ار اتش 1 تمام، ونقول فيها مثلا this is heading enter. فين لورين ابسون؟ عندي لورين ابسون كوبي حاجه السورس كود انا هنسيب خمس مرتين حاسس ان المحتوى يطلع كبير شويه يعني. تمام اهو يا جماعه انا ادرجت رو والديفيجن ده في اتش 1 وبي. لو انا رحت وعملت ريفرش للموقع بتاعي هلاقي اني اهي this is heading والكونتنت بتاعي مفروض من اول هنا لغايه يعني المفروض على ال 11 عمود يا جماعه. فاهمني؟ العرض ده عباره عن 960 بكسل. الناس اللي هي كانت معاها مثلا الرول اللي هي المسطره لو جت تحسبها هتلاقيها 960 بكسل. انا هحاول احسبها تاني اهي، ربما الأداة ديت فيها مشكلة عندي أنا مش عارف، ممكن تكون الأداة مش شغالة. بس القصد من القصة ديت يا جماعة إن المحتوى ده كله عبارة عن 960 بكسل، تمام؟ بعيدا عن ال 10 بكسل اللي اتثبت على اليمين وال 10 بكسل طبعا اللي اتثبت على الشمال. متفقين؟ تمام أوكي جميل خالص. طيب ممتاز. النقطة اللي بعد منها بقى، طب إذا حبيت تنشئ صف جديد لكن ده ما فيهوش غير عمود واحد، لا لا انت عايز فيه عمودين. ممتاز. يبقى انت هتحتاج حسبه رياضيه بسيطه. هي ايه بقى؟ انك تقسم الرقم الكلي للاعمده اللي هو كام؟ 12 عمود، نحفظها دي، على عدد الاعمده اللي انت محتاجها. يعني انت محتاج اللي اوت بتاع الصفحه بتاعك يكون فيها كام عمود، ولنفرض انت محتاج يكون فيها عمودين، يبقى تروح قاسم ال 12 عمود على العدد اللي انت محتاجه اللي هو الاثنين، يبقى 12 على الاثنين يتبقى كام؟ يتبقى 6. الناتج ده هيكون عدد الأعمدة اللي راح يتم دمجها في كل عمود انت محتاجه. يعني انت محتاج 2 عمود، فبالتالي هتدمج 6 على اليمين و6 على الشمال علشان يدولك ال 12 عمود. اذا فاول عمود راح تدمج 6 أعمدة مع بعض، وتاني عمود برضه راح تدمج 6 أعمدة مع بعض. ما تيجي نشوف القصة دي بالكود. جميل خالص. يبقى أنا عندي أنا عندي رو في اتش 1 أدي ماشي، عندي رو في اتش 1 وبي. أنا بقى عايز أعمل إيه؟ خلوني آخد من الرو ده كوبي. واعمل بيست. اوكي؟ جميل. وهنا انا هقول له يا جماعة 6 كلام. تمام؟ وهنا برضو هقول له 6 كلامز. واعمل كنترول اس، ولو رحت ببريفيو هلاقي ان المساله ما اتظبطتش معايا.
طيب يبقى كده في مشكلة، ده ما اخدش الستة، في حين ان ده يمكن مفروض على ستة، بس ده مش مفروض على ستة. هي المشكلة كانت فين؟ طيب ركز معايا، انت عملت كونتينر بعدين رحت عامل ديفيجن على طول من غير ما تقول له رو، انت فاهمني؟ يعني هي القصه ما كانش المفروض تمشي كده. لا ما كانش المفروض تمشي كده. طب كان المفروض تمشي ازاي؟ انا اقول لحضرتك كان المفروض تمشي ازاي. كان المفروض انت تسيب الرو بتاعك ده زي ما هو، وجوه من الكلام ده انت تروح عامل ديفيجن مستقل بالكلاس اللي انت عايزه. يعني انا الكلاس ده هياخد 6 كولمز، ده هياخد 6 يا جماعه. كنترول اس، قفلته فين؟ قفلت طبعا الكلام ده شيفت ان، هدخل لجوه شويه قوم انتر. قفلت الكلاس ده هتكون هنا يا جماعه، قفلت الديفيجن ده هتكون هنا. اوكي جميل، يبقى ده اول ديفيجن واخد 6 اعمده. كنترول سي اند انتر، ده هياخد السته الثانيه. فالمفروض كده انا عندي رو، وجوه الرو ده فتحه وقفله عندي كلاسين، كل كلاس هياخد 6 اعمده، المفروض يكون الناتج مظبوط. ده اول كلاس واخد 6، وده الثاني واخد السته. تمام يا جماعه؟ متفقين. الغلطه اللي المره اللي فاتت دي حصلت ليه؟ لان احنا طلعنا بره الرو. ممتاز. طيب على نفس الطريقه، اذا كنت عاوز عمودين بات اكشولي غير متكافئين، يعني احنا عملنا 6 و6، ممكن نوزعهم. المهم الشاهد الناتج من المحصله بتاعت الاعمده تبقى 12. يعني لو انت عايز تخلي دايت مثلا 7 كولومز، يبقى دايت عباره عن ايه؟ عباره عن 5، ده يكون 5، بحيث ان الخمسه والسبعه يدوا لك المحصله 12، فبالتالي هتلاقي ان ده اتفرد على 5 على 7، وده اتفرد على 5. خد بالك ان اللي انت بتكتبه عدد الاعمده اللي راح يتفرد عليها الديفيجن ده او العنصر بتاع اتش تي ام ال ده يا جماعه. متفقين؟ اوكي خلونا طيب نرجعها 6 و6 زي ما هي، ونعمل كنترول اس. يا رب يكون الكلام يعني حتى الان سهل وبسيط ومفهوم. طب جميل، اذا كانت حساباتك مظبوطه ما بين الرو ممكن تضيف عناصر مختلفه. لو كانت حساباتك انت مظبوطه، يعني انا ضفت اهو رو، انا هطلع بره الرو ده خالص خالص واروح اضيف اتش ار يا جماعه هوريزونتال رو. وانا لو عملت كنترول اس وعملت ريفريش 6 و6، انا ما حفظتش ولا ايه؟ اتش ار هوريزونتال رو، انا كتبتها صح؟ ماشي اوكي تمام. عملت كنترول اس، ادي ريلود، ماشي. هي شكلها فيها مشكله، ماشي مفيش مشاكل، رائع. طيب هنزل على النقطه اللي بعد منها. اذا انا ما عملتش ديف لعنصر مثلا زي صور، تمام، واديت لها لكلاس رو على طول، يا ترى هتكون ايه النتيجه؟ طيب ماشي، خلونا بلاش نجرب على اتش ار، هنجرب على صوره على طول يا جماعه. ادي ايمج اس ار سي، وانا كنت منزل صوره من موقع من ضمن المواقع. الموقع ده عباره عن بيكسل زوم، او اسمه يا ربي وول بيبر، وول بيبر سوايت دوت كوم. نزلت الصوره ديت كان ب 960 في 540 اتش دي، 16 على 9 الريزوليوشن والاسبيكت ريشيو يا جماعه. تمام ماشي اوكي. انا حتى مش فاكر يا ربي هي كان اسمها ايه بالظبط، يعني كان اسمها فيتشر ايمج، رايت ماشي. خلونا هي موجوده في الفولدر اللي اسمه ايمجز سلاش فيتشر اندرسكور ايمج دوت تقريبا جي بي جي على ما اظن، جي بي جي. اوكي انا عملت كنترول اس. لو انا كنت، لو انا بقول اذا انا ما عملتش ديف واديت للصوره لكلاس رو، فاهمني؟ يعني هي الصوره على كده، انا اروح مدي لها لكلاس وتساوي وادي لها الرو، ادي لها الخاصيه الرو، فاهمني؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه النتيجه معايا لو انا رجعت للموقع بتاعي وعملت ريفرش؟ الاقي ان الصوره تظهر معايا، وده ممتاز وجميل ورائع وتمام، لكنها اخذت، ها اللي حصل، اخذت ال 12 كولومن كلها، اخذت ال 12 عمود. فاهمني يا جماعه؟ يعني الامر ده بيساوي تماما
الصيغه اللي جايه اللي انا هكتبها دي اللي هي بتكون عباره عن رو ورقم واخد انا مسافه واكتب كلمه 12 اللي هو 12 و كولمز. الكلام ده المفروض طبعا لو انا عملت ريلود ما الاقيش فرق ما بين الاثنين، يبقى الطريقتين واحده، كاني رو بيساوي 12 كولمز. ليه؟ نفس السيناريو اللي احنا كنا حكيناه من الاول، ان القيمه الافتراضيه لاي صف بيتم ادراجه جديد عباره عن 12 عمود. متفقين؟ جميل خالص. طيب ما ممتاز، ما تيجي طيب نصغرها شويه ونشوف المحصله. بس قبل ما نصغرها انا عايز ادرج صف جديد، كنترول سي. متفقين؟ الصف ده ياتي يا جماعه هيكون في ثلاث كلاسات. اند انتر، خلوني اخد الكلام ده مره تاني ب كوبي كنترول في كنترول اس، ثلاث كلاسات تمام. والمره دي انا هسيب لك ثلاث ديفيجنز، هسيب لك كلاس فاضي طبعا علشان ايه حاجه في بالي كده هتكلم عنها كمان شويه. متفقين؟ اوكي، احنا متفقين ان احنا مش عايزينها تبقى 12، خليها يا سيدي 11 يعني على 11 عمود. ونيجي نشوف بالبريفيو اللي هيحصل على 11 عمود. صغرت شويه واتفردت على 11 ماشي. طبعا دولت نازلين تحت بعض عشان هم مش واخدين كلاس، فواخدين الافتراضي اللي هم ال 11 عمود. طب ماشي، ما تيجي نصغرها شويه تاني وخليني مثلا زي 10 10 وشوف ايه اللي هيحصل. ريلود. لما صغرت يا جماعه لقينا ان النص عمل رابنج حوالين منها وطلع فوق، فديت مشكله ان انت ما تكونش عامل رو للاليمنتس بتاعك. فهمني يا جماعه؟ ديت المشكله. فعلشان كده بيفضل ريكومندد ان انت تحط الديفيجن للعناصر بتاعك علشان تحل المشكله ديت يا جماعه. بيفضل ان انت بقى ما تستخدمش الكلاس المباشر للصوره غير لو كانت هتتفرد على 12 عمود. بره الكلام ده انت بقى محتاج تعمل ايه؟ تعمل ديفيجن جديد وتديله الكلاس اللي كان اسمه رو، اللي هو كان مسؤول عن ان ينزل لي الصوره في سطر جديد، وتروح قافل طبعا الديفيجن بتاعك في مكانه الصحيح. وطبعا الصوره كده جزء منه. ولو انا عملت كنترول اس في الحاله ديت معناه ان انت عايز تفرد الصوره دي في سطر جديد. اوكي تمام. لو انا عملت ريفرش هلاقيها كده افتراضي واخده ال 12 كولوم. جميل جدا ورائع. لو انا جيت هنا ورحت اديت لها الكلاس اللي انا عايزه على مزاجي بقى، ولنفرض انا هقول له 10 كولومز تمام، يا رب تكون كلامنا ديت صحيحه. لو انا عملت ريفرش وريلود هلاقيها تتفرد على 10 بس اللي تحت مالوش دخل بيه. ليه؟ لان ده ترو وده ترو لوحده. فاهمين يا جماعه؟ يعني ده ترو اهو وده ترو لوحده. لو انا صغرتها تاني وخليتها مثلا 7 كولمز وعملت كنترول اس وعملت ريلود مفيش مشاكل، ديت 7 وديت مالهاش دخل بيها خالص، لدرجه ان انا ممكن اخليها برضو تكون 6 و6. عادي ممكن تدرج صورتين، واحده تكون مثلا ادي 6 كولومز وتروح عامل ادي كنترول اس، وفي الحاله ديت انت على نفس الرو تروح عامل كنترول دي وتعمل كنترول اس. كده انت قسمتهم لاثنين جنب بعض، فدي هتاخد 6 ودي هتاخد 6 تمام. جميل. طيب ماشي اوكي، ننزل للجانب اللي تحت ده يا جماعه. انا عندي صف 2 و3 تمام. الجانب اللي تحت ده يا جماعه احنا عايزين نمشيه على نفس الخطوات دي. اوكي، احنا عايزينه على كام عمود؟ ماشي، عايز يتعمل على ثلاث عمدان، يبقى ثلاث ديفات. يبقى كل ديف هياخد كام؟ نروح نجيب العدد لكل من العمد اللي هو كام؟ اللي هو 12، نقسمه على عدد العمدان اللي احنا عايزينه اللي هو 3. يبقى ان كل عمود ياخد كام يا جماعه؟ ياخد اربع ديفيجنز. يبقى انت محتاج تكتب ايه؟ محتاج تكتب 4 ديفيجن مع كل واحد فيهم. محتاج الكلاس اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه 4 كولومز. 4 كولومز ده يا جماعه انت محتاجه مع كل مع اسف 4 كولومز انت محتاجه مع كل واحد فيهم تمام. ادي كنترول في وكنترول في، نبتدي نعمل كنترول اس ونشوف النتيجه المحصله بتاعتنا. هتكون عباره عن الجانب ده يا جماعه، ديت واخد ديت مدموج على اربعه، وديت اربع اعمده وديت اربع اعمده. فاهمني يا جماعه؟ اوكي، علشان الناس ما تتوهش، الرقم اللي انت تكتبه ده
المحصله بتاعت الدمج. تمام، خلوني اخلي ديت بدل ما اتش واحد تبقى اتش اتنين علشان الكلام يطلع موزون شويه. تمام اوكي، كده النتيجه تقريبا تطلع مقبوله اكتر شويه. تمام، بالنسبه للديفيجن الاخير بتاعنا اللي هو بيكون عباره عن فين وراح الفوتر. This is انا ما عملتش فوتر اساسا يعني. ماشي، لا زال الفوتر يا جماعه جزء من الكونتينر. ماشي، يعني انا لازلت جوه دخلت الكونتينر وهعمل ديف تاني يا جماعه. والديفيجن ده طيب لو كانت حساباتك مظبوطه، اهو بقولها تاني، لو كانت حساباتك مظبوطه الديفيجن اللي جاي ده يا جماعه هيتفرد على ايه؟ ال 12 كولومز. انت ممكن تريح دماغك وتدي له الكلاس بيساوي وتقول له والله ده رو، وتكتب له الكونتنت بتاعك مثلا this is my photo. اوكي، الديفيجن الاخير ده ريفرش هتلاقي this is my footer. طبعا هو مفروض على ال 12 كولوم يا جماعه، لان انت قلت له رو، وطالما قلت له رو يبقى ده القيمه الافتراضيه بتاعه. تمام اوكي، جميل خالص. طيب ماشي، وجب ان احنا قبل ما نقفل السيشن ده نقول نقطه جميله. في شورزان جميله للناس اللي مش بتحب الرياضه. شورزان طريقه مختصره هي الاكسبريشن لانجوج، تعبيرات لغويه. مثلا خلونا نعمل رو جديد. رايت الرو دات يا جماعه في ثلاث ديفيجن، نفس السيناريو ده خلونا ننسخه كله، هو نفسه، هو نفس الكلام، هنعمل له كوبي. اوكي، وادي كنترول في كده، انت عملت رو جديد، يبقى انت مالكش دخل بالثلاثه اللي فوق. تمام يا جماعه اوكي، لكن هتتغير الطريقه شويه، يعني في ثلاث ديفات، عايزين ندي لكل ديف يا جماعه جزء من الاصل. يعني نكلمه ونقول له طيب يا ديف يا رقم واحد، انت نسبتك من الاصل 3 كام؟ يعني انت ايه النسبه ما بينك وما بين الثلاث اجزاء الباقيين؟ هيقول له يا عمي انا تلتهم، انا تلتهم، فاهمني؟ يبقى كل واحد هياخد كام؟ كل واحد هياخد 1 على 3، 1 على 3، 1 على 3، عشان المحصله لا في الاخيره تكون عباره عن كام؟ المحصله تكون عباره عن 3 على 3 اللي هو 1 صحيح، اللي هو ال 12 ديفيجن. يبقى نعبر عنها ازاي يا جماعه بالعربي او بالانجلش؟ نقول له 1 وبعدين داش 3rd. 1 3rd كولومز يا جماعه، كولومز يا جماعه. تمام، هم حتى بيقولوا عليها في السبيسيفيكيشن بتاعتهم، بيقولوا في شورزن جميله، هو ممكن تقول 1 3rd كولوم حتى، يعني مش كولومز بقى 1 3rd. يبقى كل جزء من دول هياخد 1 3rd، هياخد حته، فاهمني؟ يعني انا عايز اوزع الرقم ده على الثلاثه، فكل واحد هياخد تلت وتلت وتلت، فهتبقى الحسبه معايا كده يا جماعه ايه؟ مظبوطه. نعمل كنترول في ونعمل كنترول اس، وخلونا ندرج هنا ال اتش ار هوريزونتال رو، ونروح نشوف احنا عملنا ايه في البيج بتاعتنا. ريفرش، ادي ال اتش ار، ونفس السيناريو اللي حصل من فوق، هي هو نفس الكلام، بس ده واخد ميرج وده واخد بارقام رياض. اوكي، جميل يا جماعه. طيب لو قلنا اني واحد تلت والباقي تلتين، يعني انت عايز تفرد واحد على تلت والباقي يتفرد على تلتين، جميل؟ اوكي طيب ماشي، خلونا ننسخ الكلام ده، ننسخ الرو ده مره ثانيه، ادي كنترول سي ان ونعمل كنترول في، والرو ده يا جماعه واحد هيتفرد على تلت والتاني هيتفرد على تلتين، تمام؟ يبقى انت مش محتاج تالت، ليه؟ لاني واحد وتلتين، يعني تلت وتلتين يديني كام؟ يديني واحد صحيح، يبقى انت مش محتاج تالت. طيب ده هيبقى 1 3rd، الثاني بقى يبقى عباره عن ايه؟ الثاني هيكون عباره عن 2 3rds، هتضيف له هقفل هتضيف له اس كده 2 3rds كولوم. الكلام ده معناه ان هو ايه؟ ان واحد هيتفرد على تلت والثاني هيتفرد على تلتين يا جماعه، ديت الفكره بتاعت المساله بتاعت الفرد. فخلونا نكتر في المحتوى بتاع الثاني ده شويه علشان تبقى الامور مظبوطه. انا اقصد كشكل يعني، انا اقصد كشكل عام والله. انت عند البي وهنعمل كنترول في كنترول اس، ذات
يعني بالنسبه للتصميم ده يخلي لي شويه النصوص ديت يمكن تكون موزونه شويه، انا عايز اكررها مره ثانيه. يلا مش مشكله، مش هنقف يعني عند النقطه ديت. ديت الفكره بتاعت تلت وتلتين، علشان انت ما تتعبش نفسك يعني وتقول لي ربع وربع، لا الكلام ده مش موجود يعني، تمام؟ عشان نكون في الصوره في الكلاسز بتاعتهم، هم عندهم 1 و1 كولومز، وعندهم ال 1 ثيرد وال 2 ثيردز، عندهم 1 هاف اللي هو النص يعني، تمام؟ وديت يعني سهله وبسيطه، فما ندورش بقى على ربع وربعين وخمس، الكلام ده مش موجود يعني، تمام؟ اوكي جيم، خلينا نرجع للتصميم، وعايزين نحط اتش ار من فوق عشان يبقى التصميم يعني شكله مظبوط شويه. نرجع للكود ونروح عند الرو الجديد اللي احنا عاملينه ده، نعمله اتش ار عشان نفصل ما بين الكونتنت بتاعنا، ونطلع تصميم ربما يكون الاتش ار راحت فين. الفوتر بتاعي انا حطيت الاتش ار تحت الفوتر، ولا الفوتر بتاعي 1 3rd columns، this is heading، this is heading، this is my footer. الفوتر بتاعي نزل تحت خالص، عشان انا اتلخبطت في الكود يا جماعه شويه يعني. الفوتر المفروض ينزل من تحت بس جوه الكونتينر برضو، ادي كنترول في، ادي كنترول اس، المفروض ان الفوتر بتاعي يكون تحت خالص. طيب مساله الدمج، انا ما قفلتش الديفيجن ده اساسا، ففي ديفيجن مفتوح معايا. طيب ماشي اوكي، ادي ريلود ماشي. هي بس مسألة بترجع زي غلطات الواحد بينساها في الكود علشان يعني مش مركز او كده يعني. نفس السيناريو ده، الديفيجن ده مكانش مقفول، كان عايز يتقفل، اكيد ده مش فتح الديفيجن، ده قفلت ديفيجن اكيد شور، عشان كده ممكن تكون ال HR اللي هو الهوريزونتال رو ما كانتش راضية تظهر معايا من الاول، ربما وارد يعني. ماشي الله المستعان. رائع اوكي، خلونا نكمل وننوه لمساله النستنج. انا عايز اروح للمحتوى بتاعهم هم، وبيقولوا نوت كولومز كان بي نستد، ممكن تعمل نستنج بات ذات نوت ريكومندد، ده نوت ريكومندد. اوكي جميل، طيب ماشي، خلونا نرجع لمساله الصوره تاني يا جماعه بالله. وانا عايز الصوره تتفرد على مش 6 كولومز بقى المره دي، انا عايزها افردها على ال 12 كولوم، ال 12 كلها يا جماعه، على 12 عمود، واعمل كنترول اس ريفرش لسه على جات اتفاد كده. يا عم انت شغال تلغي من الصبح وبتقول لنا نستنج بقى، هو فين يا عم ريسبونسيف صحيح؟ طب ماشي اوكي، خلونا نشوف الكلام ده ريسبونسيف ولا لا يا جماعه. هتلاقي ان ادي المساله اهو، لما بتيجي ادي فوق، ادي عمدتك اهي، لما بتقل عند رينج معين الكلام رابنج يا جماعه، الكلام بياخد نسبه فلوت. اوكي بص على الصوره، هتلاقي ان الصوره ريسبونسيف شويه، الصوره بتقل معاك اهي تمام، لانها موجوده جوه الديفيجن بتاعها. عند رينج معين يا جماعه، التو كولومز اللي فوق دولت عند رينج معين، نشوف اللي هيحصل، او عند رينج معين التو كولومز بيجوا تحت بعض، الصوره لسه لا زالت زي ما هي تمام، وهكذا. ديت القصه بتاعت ان هما الاثنين بيعتبروا ريسبونسيف منك اوكي تمام الصوره، لانها جوه الديفيجن بتاعها، فبالتالي هي هتبقى ريسبونسيف برضه. ليت الفكره اللي حبينا نحصلها، وصلنا لنا موقع بسيط خاص بالسكيلتون فريم، السكيلتون جريد سيستم. يا رب ما اكون طولت عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.